بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لآمنين ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقيت فقرة واحدة لم نقرأها، وذلك يوم الخميس في الدرجة الرابعة في قضايا الورع فيما يتعلق بأخذ الأموال من السلاطين. قال الإمام غزالي رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين ورحمنا معهم، آمين آمين آمين. فلو تصور أن يأخذ الإنسان منها، من هذه الأموال، ما يحل بقدر استحقاقه، بقدر إيش؟ استحقاقه، وهو جالس في بيته يساق إليه ذلك، لا يحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته، ولا إلى الثناء عليهم وتزكيتهم، ولا إلى مساعدتهم، فلا يحرم الأخذ، ولكن يكره لمعان سننبه عليها في الباب الذي يلي هذا والذي سنقرأه الآن. إن أخذت ولا تمدح، وأصلاً بيننا وبين بعض على المستوى البسيط احثوا التراب في وجوه إيش؟ المادحين. على المستوى البسيط، فإن كان من تمدح وإن كان حقا وهو أعلى منك، لعلك ترائي في ذلك. ويتصور ألا تخلص النية، ممكن إنسان يعمل عملا يسأل الله عز وجل أن يصوب له، يخلص له نيته، ولكن يمكن أن يدخل الشيطان الخط ويكون للنفس من ذلك نصيب. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في أواخر عمره دخل عليه أحد محبيه إن شاء الله، فبكى الرجل، الشيخ بكى، قال يعني بكى على حاله، كان يقدم الدروس للناس وكان يعلم وكان يثقف وكان يوجه وكان يرشد وكان بإذن الله عز وجل، ففقد هذا. يعني كيف الإنسان مثلا يقدم في باب خير يخدم به الناس حتى لو مؤسسة اجتماعية، ثم تقاعد، ففقد متعة العطاء، فقد متعة إيش؟ فقال له صاحبه، قال لكنك ترك الكتب التي فيها لازال فيها النفع والناس تقرأها في البلاد الواسعة. قال فبكى، بيّن أنه خشي أن يكون قد دخل في قلبه شيء، لأنه أعطى محاضرات على التلفاز وكان يعطى الأموال الكثيرة، خاف على نفسه أنه أصبح يعطي الدروس هذه أو اللقاءات أو كذا بسبب إيش؟ بسبب الأموال. انظر إلى الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك من حسن الخاتمة، لأن الإنسان إذا كان خائفاً يعني إن شاء الله أنه على الطريق الصحيح، على الصراط المستقيم، يخاف من حظوظ النفس، يخاف من حظوظ إيش؟ النفس. النظر الثاني والثالث من هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخذ، ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث، فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو خمس غنيمة، وما كان من ملك السلطان مما أحياها أو اشتراه فله أن يعطي ما شاء لمن شاء.
وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح، فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه، عاجز عن الكسب، عاجز عن الكسب، مثل قضية التأمين اليوم، تأمين الوطني، تأمين ليس ذاك الذي تدفع فيه مالا حتى. وإن كان هنا برضو إيش هيك ما إحنا من منذ نعومة أظفارنا ونحن ندفع منذ 18 وندفع ما بين 18 لحد 65 عماله بيفكروا يرفعوا سن إيش التقاعد، ما يحاولوا يرفعوها سنتين الحكاية. فبدك تدفع أنت إذا وصلوا 67 تقارب الدفع حوالي 50 سنة، تدفع أنت 50 سنة، وإجمالا لن والله أعلم. وهل يعيش الناس بعد 68 بعد 67 وهل يعيشون 50 سنة أخرى؟ عدد فيما نقرأ عن الناس إجمالا لا، الأعمار بيد الله، لكن متوسط أعمار الناس لا يصل إلى هذا. معناته الدولة مالها بتأخذ أكثر مما تعطي. فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه، هذا هو الصحيح. وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه، والكلام للإمام الغزالي رحمه الله وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت ما في بيت المال، في بيت مال المسلمين لكل مسلم حق. واحد عجز عن العمل له حق على الدولة إنها إيش تصرف عليه لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام، يعني يكثر سواد المسلمين، ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات. فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين، ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه، فله في بيت المال حق الكفاية، ويدخل فيه العلماء كلهم، يعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين. قال مفصلا رحمه الله من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة، حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه، حتى طلبة العلم، حتى طلبة العلم، فإنه إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب. قال وادخل فيه العمال، قلنا العمال ليس الذي يشتغل باليد في الصخر وفي الورش وفي النجارة، العامل يعني يمثل الدولة في مصالح معينة، مؤسسات، كيف بتقول اليوم مثلا مدير الوزارة الفلانية، فهمت علي كيف يعني، وهذا سفير وهذا وزير وهذا قاضي وهذا، يعني الناس بتشتغل على مصالح الناس. ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم، وهم الأجناد والمرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام. ويدخل فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج، يعني العمال على الأموال اليوم مثل ما تقول قضية المحاسب على درجاتهم، محاسب يشتغل في مؤسسات الدولة، يدخل اليوم موظف البريد، قلنا اللي بيشتغل في الإطفائية وبيشتغل في كله يدخل في نفس إيش في نفس الحسبة. لا يصح أن يكون هنالك مدينة ولا إطفائية فيها رجال إطفاء وآلات هؤلاء، لا يصح. صح صح يكون ما في إطفائية، لازم يكون في إطفائية، أيما شيء فيه مصلحة للمسلمين الأصل فيها. وهذا عادة الدول، انظر إلى ماذا تفعل الدول، ويجب أن يكون لدينا اليوم، يجب يكون عند الدول اللي عندها غابات مش صحاري، اللي عندها غابات وعندها بيوت من خشب وكذا، يكون عندها طائرات إطفائية مش بس إطفائية. شايفين أنتم الحرائق التي لا تبقي ولا تذر، بل الأصل فيها التعاون ما بين هذه الدول بين بعضها البعض. يعني لما تقول أنت مثلا عندك أنت أربع خمس دول مثلا بجانب بعضها البعض،
يكون هنالك محطة لهذه الطائرات في المنتصف. لا فريق للإسعاف أولي من جماعة للزلازل مثلا، لا يصح نظل عالي على الغير وعلى الدول الأخرى، هم اللي دائما بيجوا ايش يساعدون، هذا لا يصح. قال ادخ فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج عن العمال على أموال الحلال لا على الحرام، فإن هذا المال للمصالح، والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا، وبالعلماء حراسة الدين، وبالأجناد حراسة الدنيا، والدين والملك توأمان، والدين والملك توأمان، فلا يستغني أحدهما عن الآخر. والطبيب وإن كان ليرتبط بعلمه أمر ديني، ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه، فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إضرار من هذه الأموال. وزارة الصحة والمختبرات، كل من يشتغل بالصحة والمختبرات، يعني ليس فقط مختبرات فحص الدم، المختبرات في النهاية التي تؤدي إلى إيجاد أمصال، يعني مراكز بحث علمية في هذا الباب، تصل إلى إيش؟ إلى إيجاد أمصال لقاحات، حتى ما نظل نسترنا غيرنا إيش يتصدق علينا، خذ هالنص مليون جرعة وخذ هالمليون جرعة حتى لو بأموالنا. الأصل فيها يكون عندك إيش؟ الاستقلالية. شو يعني دولة مستقلة؟ يعني في غالب الأشياء، في غالب الأشياء تكون عندك إيش؟ أبو خالد يكون عندك، ما ظل معتمد على الغير. قمحك من الخارج ومصلك من الخارج، دواؤك من الخارج، وتجارتك وفقط عندك الأموال. لما على قضية الطبيب، قال وإن كان يرتبط بعلمه أمر ديني، تقابلت مع طبيب، كنا في الجامعة الإسلامية في ماليزيا في كوالالمبور، وكان في جماعة من رجال التبليغ والدعوة عرب، وصلوا إلى تلك البلاد داعين إلى الله عز وجل، يا رب يتقبل، يا رب يتقبل. والواحد يعني ممكن واحد يتحدث مع أهل المسجد، وأشجع منا الذي يذهب إلى السوق ويتحدث مع عامة الناس ويتحمل منهم، يعني ما شاء الله أهل المسجد عندهم الأدب وعندهم اللطف وعندهم، حدث معهم. أهل السوق أو الشباب الصغار هذول مجوز يعني يقومون بإيذاء الدعاء، وحصل أحد هؤلاء الدعاء الذي جاء إلى كوالالمبور في ماليزيا، طبيب، طبيب تارك الطب، تارك الطب، أنا تحدثت معه، تارك الطب وساحب حاله إيش يقوم بالدعوة، يلا يجزيك الخير، ما في مانع أنك تكون طبيب داعية، طبيب قارئ، وطبيب عالم بشيء تجمع بين علمين، لا بأس. لكنه ترك الطب بالمعنى التالي، قلت له وهل تحمل معك، يعني لما لا تحمل معك بعض الأدوية، ما بتنتقل من قرية لقرية فيها ناس بسطاء فقراء مرضى، قد لا يذهب الواحد فيهم إلى الطبيب من ضيق ذات اليد. فقال ويكاد يكون كلام بالحرف الواحد، بدك إياني أطبب أجسادهم حتى يعصوا الله عز وجل بها؟ قال بدك إياني أطبب أجساد الناس حتى يعصوا الله عز وجل بهذه الأجسام، بهذه الأجساد؟ هذا فهم مغلوط ومخالف للقسم الذي أقسمه يوم تخرج، يوم تخرج أقسم طبعا هي فيها إساءة، يسيء إلى نفسه، ولا ليس هذا الإسلام الذي نعرف، ليس هذا الإسلام الذي نعرف. في مصلحة في النهاية،
في مصلحة في النهاية. وجود البشرية يعني تقول مثلا هل نترك الناس لو كان هنا اليوم نسأل الله جل أن يعفو عنا؟ هاي اللي عند مرض الكورونا صحيح؟ نترك الناس يعني تموت دون تطعيمات ودون إجراءات ودون إغلاقات ودون، ولا لا نقدم كدول لا أصل فيها أن تقدم لك مصلحة في استمرارية البشرية ما شاء الله أن تظل على هذه البسيطة إلى يوم القيامة. يوم القيامة لا بنفع لا أمصال ولا لقاحات ولا طبيب ولا عيادات ولا هندسة ولا حساب ولا، يوم انتهى الذي يقدم يقدم، لكن وقته قبل ذلك هي سنن الله عز وجل في الكون قبل يوم القيامة، لأن الحديث يدل على إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لمن يزرع يوم القيامة؟ هي الحديث موجه لنا أنه نستمر في عطاء الخير. تزرع أنت شجرة، تزرع مكتبة، تزرع مدرسة، تزرع جامعة، تزرع سرير في مستشفى، تزرع مسجدا، تزرع موقعا على الانترنت يبث الخير للناس في ظل هالتوحش في قلة الأدب. ازرع كلمة طيبة، مجلة، كتابا، ازرع 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 حتى آخر يوم في الحياة وانت ايش تزرع. حتى قيل لبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وكان يزرع شجرة جوز، وتعلمون تماما شجرة الجوز بحاجة قال 5 بل يمكن أكثر، بل إيش؟ بل أكثر، يمكن أكثر 100 متر. قالوا لمن؟ يعني أنت صحابي كبير في السن، ما عليك، ما يضيرك أن يأكل الطير منها، أن يأكل أحفادك منها، أن يأكل الجار منها، أن يأكل الأيتام منها، أن تتصدق بكل ما عليها في المستقبل، أو من يرثك يتصدق بما عليها، وإنت فقط تزرع على قد ما تأكل. ازرع، لا يصير، أنت لست بحاجة إلى أن تبيع هذه الفاكهة وهذه الخضار، ازرع ووزع، وزع على الناس. في منتصف الثمانينات حصل حركة مقاطعة هنا في القدس، ابتدأت من القدس طبعا، للي بتذكر حصل حركة مقاطعة، وبدايتها كانت يقول مقاطعة معناته في اعتماد على النفس. عندك باب الدار متر في متر تراب، ازرعهن، بعض الخضار تستغني بذلك، ازرعها. بعض الناس ما عنده كان فذهب وزرع للجيران شجرا، والشجر الحمد لله موجود حتى ايش حتى اليوم، وكاد وسجن الدكتور جاد اسحاق من بيت سحور، دكتور جاد اسحاق من جامعة بيت لحم ايامها في العلوم، كلية العلوم هناك، بدأ يبيع الأشتال، مش قضية انه بده يسوي له قرشين على جنب، بدأ يبيع الأشتال كجزء من هذه المقاومة. وتذكروا بيت سحور قامت بحرق الهويات وكذا، سجن لأنه يزرع يبيع ايش أشتال نبات. ومثل ما في قصة غاندي بعضهم كاد أن يحضر العنز إلى البيت، يعني تسكن معهم لأنه ما فيش مكان خارج البيت، بس يبدو قوة شكيمة أهل البيت منعته من إيش؟ من إحضار هذه العنزة إلى البيت كله. إذن ازرع، ازرع تستقل، ازرع نفسية قائمة على العطاء، نفسية قائمة على الجهد، بذل الجهد.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انها تتسع، ما تاخذ الايه معناته انت ايش، ما في عليك، عليه فيك وسع، فيك متعه ولا فيش متعه، في والمصلحه اما ان تتعلق بالدين او بالدنيا او بالعلماء حراسه الدين وبالاجناد حراسه الدنيا والدين والملك توامان، فلا يستغني احدهم على الاخر. والطبيب ان كان لا يرتبط بعلمه امر ديني ولكن يرتبط بصحة الجسد والدين يتبعه، فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغ لمعالجة المسلمين بل ولغير المسلمين، فده من أهل الذمة. اليوم عندنا قضية المواطنة، عالج مدام أنه في حالة من السلم، عالج، واضح؟ بل الأصل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير. الأسير من وين؟ من قوم آخرين، صح ولا لا؟ بتطعمه ما بتطببه؟ بنحتاج إلى تطبيب، تطبب ولا تطبب؟ تطبب. واضح القضية. أعني من يعالج منهم بغير أجرة وليس يشترط في هؤلاء الحاجة، بل يجوز أن يعطوا مع الغنى، فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة، وليس يتقدر أيضا بمقدار، بل هو الاجتهاد الإمام، وله أن يوسع ويغني، وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال. فقد أخذ الحسن من معاي في دفعة واحدة 400,000 درهم ذكرها من قبل، وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة 12,000 درهم نقرة في السنة. وأثبت عائشة في رضي الله عنها في هذه الجريدة، ولجماعة 10,000 ولجماعة 6,000 وهكذا، فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء، فإن خص واحد منه بمال كثير فلا بأس، وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع والجوائز، فقد كان يفعل ذلك السلف، ولكن ينبغي أن يلتفت فيه للمصلحة. ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به، فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات، وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان. وإنما النظر في السلاطين الظلم في شيئين، أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وإما معزول أو واجب العزل، فكيف يجوز أن يأخذ من يده وعلى التحقيق ليس بسلطان؟ والثاني أنه ليس يعمم بمال جميع المستحقين، فكيف يجوز للأحد أن يأخذوا؟ فيجوز لهم أن يأخذوا بقدر حصصهم أم لا يجوز أصلاً؟ أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطي؟ أما الأول فالذي نراه أنه لا يمنع أخذ الحق، لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه. هذه جملة فقرة بحاجة نقرأها مرتين ثلاث. وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه، ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء، وقد ورد في الأمر بطاعة الأمراء والمنع من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر. هنا قال عن الحاكم الظالم اللي من ناحية مبدئية إما مخلوع معزول أو واجب العزل، قال إن كان في تغييره حوادث لا تطاق، ترجم لك إياها، ظروف لا تطيقها الأمة، يعني بدين نقلبه هو الشوكة اللي معه على الناس ويبدأ في تقتيل الناس، قال لك إيش؟ اصبر. هذا فهم معين، يعني لا تورط الشعوب، يبادوا بالملايين ويهجروا وتدمر الدولة كلها مشان فلان ظل إيش؟ أي مبروك عليه، فهمتوا على كيف يعني؟ لا يؤدي هذا إلى مقتل عظيمة في الناس. أقرأ كلام الإمام الغزالي مرة أخرى.
آمين. 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 قلبان قلبان هذا واحد بعض دول الجوار، بعض دول الجوار شو صار فيها؟ ليس إقرارا على الظلم، ليس إقرارا على الظلم، لكن جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إن شاء الله إنك قلت حقا، إنما أكرمك الله، إنما أنا أقول بعض دول الجوار، بعض دول الجوار. أقرأ كلام الإمام الغزالي مرة أخرى حتى نعرف ما الذي نتحدث عنه. قلنا مرتين، هاي الثالثة. قال: لأن السلطان الظالم الجاهل، الجاهل مهما ساعدته الشوكة، حرس شخصي، فرقة قوات خاصة، مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق، فتنة ثائرة لا تطاق، تأتي على العباد وعلى البلاد مقدراتها راحت. فهمت علي؟ هذا كلام الإمام الغزالي ليس من عندي. إذا كانت فتنة ثائرة لا تطاق، واضح؟ ملايين الناس قتلوا، في مليئة ملانة بالفتن. قال: فتنة ثائرة لا تطاق، واضح القصد في النهاية. من مقاصد الشريعة حفظ النفس، من مقاصد الشريعة ايش؟ حفظ النفس. فكيف تتسبب بحالة في المجتمع من مقتلة عظيمة تأتي على مئات الوفاة وعلى ملايين الناس وتدمر البلد نهائيا، تعيد البلد إلى العصور الوسطى؟ واضح؟ هذا ليس إقرارا للظالم على ظلمه، ليس إقرارا للظالم على إيش؟ على ظلمه. الإمام الغزالي تحدث عن العباسيين، ماذا يقول؟ فالذي نراه أن الخلافة، كلام الإمام الغزالي، فالذي نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس رضي الله عنه، وأن الولاية نافذة للسلاطين في أقطار البلاد المبايعين، مبايعين الخليفة. وقد ذكرنا في كتاب المستظهر الذي سماه على اسم الخليفة انتصارا، يعني عند خليفة عباس وعندك حركة الباطنية التي كانت، حركة الباطنية، عندك الإسماعيلية وتفرع عنها حركات كثيرة وطوائف كثيرة كلها تنضوي تحت لواء ايش؟ الإسماعيلية. واصل الحال بهم إلى قتل الساسة الوزير نظام الملك، قتلوه وهو صائم، ابنه فخر الملك وهو وزير قتلوه، قتلوا العلماء. ما انت لما تقضي على شريحة الساسة والعلماء شو ضل البلد؟ بسلموهم. فكتب عدة كتب، وفي عدة كتب ضد الباطنية بشكل منهجي. المستشرقون
انظروا إلى علماؤنا قدوات نهلوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فيأتي المستشرق ويطعن في العالم فتهتز الصورة أمام الناس، هذا وهذا وذاك، ما ظللناش حدا. قالوا عن الإمام الغزالي في بعض الكتب التي قرأت أنه ترك بغداد ليس قضية زهدا وطلبا لتزكية النفس، وإنما هربا خوفا من البطنية، خوفا من القتل. شوف الصورة اللي بيرسموها، وهذا باطل. لو كان الأمر على ما قالوا فلما يعود بعد تلك الجولة التي جاء في أثنائها إلى بيت المقدس وأقام هنا في المسجد الأقصى في الغرف فوق باب الرحمة، والله سبحانه وتعالى على علم، لما عاد بعد هذه الجولة؟ ليس فقط إلى بغداد وليس فقط إلى نيسابور، إنما عاد إلى طوس خراسان، وهي أقرب إلى قلعة ألموت، معقل الباطنية، حركة الحشاشين الباطنية. أظن في واحد ثلاثة كتب، من كتب على صفحة القدس العربي الإلكترونية، كتب مقالا العجيب فيه، في هذا المقال نرى عادة أبناء المدارس الإسلامية يميل أحدهم إلى شيء فيتحامل على الآخرين، ممكن تاريخيا حصل واليوم حصل. هذا الذي كتب المقال تناول ابن تيمية والغزالي رحمهم الله، تناولهما بسوء واعتبرهما سبب الإرهاب في عالمنا المعاصر. انتبهوا إلى ما حصل في هذه المقالة، يتهم ايش؟ المدرستين. والغزالي مدرسة التصوف والأشاعرة، يعني الغزالي متصوف والغزالي أشعري المذهب، صوفي الطريقة، أشعري العقيدة، شافعي المذهب المجتهد من كبار العلماء. فلما يجي لشخصية مثل الإمام الغزالي وينصفها يقول هي سبب الإرهاب، لم يرد مثل هؤلاء أن يبقوا على قدو لنا. الله أكبر، الله أكبر، والحديث تتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.